السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم جبنا لكم سماعة M6. هاي السماعة سماعة اذن وبنفس الوقت سماعة سبيكر. سماعة جدا واضحة، الصوت مالتها واضح وعالي، وبيها ضمان لمدة سنة استبدال. طبعا من مواصفاتها سماعة الاذن يدوم شحنها 5 ساعات، والسبيكر مالتها يدوم 6 ساعات تقريبا، وبيها باور بانك 4000 ملي امبير، يعني ضمان حقيقي 4000 ملي امبير. يشحن لك التليفون مثل ما تسمعون صوتها، راح نشغل بيها ونستمع الى صوتها مثل ما تلاحظون. راح نشغل بيها الان، شغلنا بيها هاي السماعة مالتها مثل ما تسمعون هذا الصوت طبعا من السماعة نفسها. راح نشغل السماعة السبيكر مالتها نستمع للصوت مالته. ظل باقطين على هذا الزر، تحولت الى سبيكر، نشغل ونستمع للصوت مالتها. صاحوا لدخيلك موجد حيلك والموت بيمنا، طب الشهاي الرايه مخطوطه بايه. ظل باقطين، رجعت الى سماعات اذن، وبيها لايت ضغطتين على نفس الزر هذا، ضغطتين يطفي. راح نجرب نشحن بيها التليفون. طبعا الباور بانك مالتها 4000 ملي امبير حقيقي، وهاي ما موجوده بغير سماعه، فقط بهاي السماعه. مثل ما تشوفون يشحن التليفون. سماعات ضد الماء، راح نجرب نخليها بالمي. اصدار البلوتوث مالتها 5.1، يعني بدون تاخير او تقطيع بالالعاب وبالموسيقى وباي شيء. مثل ما تشوفون غرقناها، نجرب نطلعها. مجرد ما تنشف السماعة ترجع تشتغل طبيعية، أو مجرد ما نرجعها بالعلبة رجعت اشتغلت طبيعية.